تعقيبا على هذه الجولة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس. دكتور حسن، مساء الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. ربما شاهدت وطلعت معنا هذه الجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دائما ما يحرص على تفقد الأعمال الإنشائية، الطرق والكباري والمحاور في منطقة شرق القاهرة، كما يتفقد العديد من المحافظات هذا المشروع القومي للطرق والكباري التي تمتد في جميع أرجاء الجمهورية في كافة المحافظات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ما هي أهمية ما تقوم به الدولة وما تنفذه من مشروع قومي لتطوير الطرق والكباري؟ مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. اهلا وسهلا. انا ومصر واهلها بخير وسعاده، وطبعا احنا بنشرف يعني الجولات الميدانيه اللي بيقوم بيها فخامه الرئيس لمتابعه المشروعات القوميه بشكل عام ومشروعات النقل بشكل خاص. يعني قطاع نقل من القطاعات اللي بتمس حياه المواطن اليوميه، وتوجيه فخامه الرئيس لدي كل المسؤولين في الدوله ب الاهتمام والارتقاء بقطاع النقل بكافه وسائطه من اجل توفير يعني جوده في الانتقال وجوده في الحياه للمواطن وتقليل ساعات الانتقال اللي كانت الغروبي ياكل وقت كبير من يوم المواطن في التنقل حتى لو كان مالك سياره او بيتنقل بوسائل النقل العام والجماعي. ويمكن الجوله اللي يعني شرفنا اليوم قيام فخامه الرئيس بتفقد المشروعات القائمه في منطقه الشيراتون وشبكه الطرق في شرق القاهره بشكل عام، وهي ليست الجوله الاولى. هذه الجولات الميدانيه لها تاثير قوي لدفع معدلات العمل في هذه المشروعات وتسجيل العقبات والتوجيهات الفنية التي يقوم سيادته بتوجيه العاملين على هذه المشروعات بأجزاء بأظهر. كل هذه الأمور بتدل على أن المواطن المصري في قلب يعني فخامة الرئيس وفي محور اهتمامه، ويعني أدل على شبكة المحاور اللي تمت على مستوى الجمهورية في الطرق الداخلية. احنا بدأنا من 2014 في شبكة الطرق القومية هي خارج المدن بهدف ربط مفاصل الدولة وأعضائها ودعم مشروعات التنمية المستدامة. بعد الانتهاء من هذه الشبكة القومية تم التوجيه للاهتمام بالمحاور الرئيسية داخل المدن من أجل تخفيف الاختناقات المحيطية والقضاء عليه وتوفير حلول جذرية لمشاكل طالما كانت بتقدم لها حلول متكامله في العقود الماضية. صحيح. كل هذه الأمور كان لها انعكاس إيجابية على سهولة التنقل وعلى جودة الحياة وتقليل التلوث وتقليل الهالك من التنقل للمواطن في الحالات اليومية. كما ذكرت دكتور حسن، هناك فوائد كثيرة، فوائد جمة لتشييد هذه الطرق الجديدة وتوسعة الطرق وتطوير الطرق التي كانت قائمة بالفعل، لا سيما في منطقة شرق القاهرة، ليس أقلها مثلا تحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة التي دائما ما كانت تكتظ بالكثافات المرورية وبالكثافات السكانية. هناك أيضا فائدة هامة من تطوير هذه الطرق والكباري في منطقة شرق القاهرة، وهي أنها قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، قريبة من التجمعات السكانية المفترض أو المتوقع أن تكون في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي تصل هذه الطرق بين العاصمة القديمة أو القاهرة القائمة حاليا وبين العاصمة الإدارية الجديدة. أتفق مع سيادتك، وطبعا الاهتمام بمنطقة شرق القاهرة باعتبارها هي المحاور المؤدية إلى المدن والتجمعات السكنية الجديدة اللي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. وهناك طبعا كما نعلم اتجاه إلى نقل الوزراء والمصالح الحكومية في منتصف العام الجاري، فعند حدوث هذا النقلة سيكون لها تأثير إيجابي على تفريغ القاهرة من مصادر الزحام اليومي، وفي نفس الوقت هيبقى فيه طلب أكثر على النقل أو كثافات مرورية للمتجه من وإلى العاصمة الإدارية، وبالتالي كان لابد من توسعة ورفع كثافة المحاور وإنشاء محاور جديدة تستطيع أن تستوعب هذه الكثافات المتوقع أن تتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمحاور النقل الأخرى أو أدوات صحيح. النقل الأخرى، لا ننسى المونوريل ولا ننسى القطار الكهربائي ولا ننسى باقي الوسائط التي تقوم بها الدولة، ومحطة عدلي منصور وامتداد مترو الأنفاق إلى هذه المحطة التبادلية المهمة. كل هذه الأمور تتكامل فيما بينها لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية. صحيح. أيضا الرئيس في هذه الجولة ربما استمعنا إلى هذا التقرير وكان يتحدث على ضرورة
أو يتحدث يعني إلى ضرورة إقامة مواقف للسيارات بدلا من وقوف المواطنين الذين يريدون أن يتنقلوا من منطقة لأخرى في قريعة الطريق، ويمكن أن يحدث بالفعل زحام في هذه الطرق. حتى الرئيس في حديثه مع أحد المهندسين كان يتحدث حول الشكل الحضاري لهذه الطرق وربما عدم وجود أي نوع من أنواع ما كان يحدث حاليا أو ما يحدث في هذه الأثناء من سلوك غير منظم من قبل المواطنين ومن قبل السائقين في الطرق الرئيسية. يعني وأنا قلت لحضرتك أن جولات فخامة الرئيس بيكون لها عديد من الفوائد، منها بعض الأمور الفنية التي قد تكون مغفلة، لكن التأكيد عليها من فخامته بيكون لها تأثير إيجابي على تنفيذ هذه التعليمات بالقدر الذي ييسر حياة المواطن ويؤمن انتقاله. يعني وقوف الميكروباصات في الشارع ده بيعرض كمان حياة الراكب للخطر، فلما يبقى في عندي مواقف مخططة مظهر عمراني جيد ده بيرتقي بالشكل الحضاري للمدينة، وفي الوقت لان يعني مركز النقل المتكامل اللي تم انشاؤه وتم نقل لحفلات النقل الاقليمي وغيرها من الى هذا المركز الجديد ساهم في تقليل الكثافات المروريه من مواقف الحافلات القديمه ونقلها الى مناطق تستطيع ان تجد سهوله في التنقل من والى هذه المواقف الجديده. صحيح. كمان مواقف الميكروباصات وسيارات التربيز ده امر ضروري جدا ان يكون في اماكن مخصصه ليهم، وبرضه الاهتمام بمعابر المشاه، وبيوجه فخامه الرئيس بان يكون في معابر للمشاة فيها كمان تجهيزات لذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. كل هذه الامور بتتخذ في الاعتبار، والمظهر الحضاري بيتغير. شفنا كثير من المناطق محور مفترض منطقه حلميه الزيتون والمطريه وغيرها من المحاور اللي تم فتحها تعتبر رئه مروريه داخل القاهره الكبرى، وغيرها في محافظات الجمهوريه يعني محور المحموديه ومحور التعمير في اسكندريه. كل هذه الامور لها تاثير ايجابي على القضاء على الزحام وتوفير بيئه عمرانيه افضل والارتقاء بالمستوى الحضاري للمواطن وجوده الحياه للمواطن. اهتمام الدوله بهذا القطاع لم يكتفي بمد الطرق فحسب، لكن اهتم ايضا بكيفية هذه الطرق، بجودة هذه الطرق سواء الجودة الهندسية أو حتى جودة مراقبة هذه الطرق بالكاميرات الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة. يعني تم إدخال أنظمة النهر الذكية، وليس على يعني يشوف المواطن اقصد اقول وهو ماشي المحاور الجديده واللي بيتم رفع كفائتها اصبحت دلوقتي مجهزه بانظمه النقل الذكيه ومراقبه بالكاميرات، وده شيء جيد لانه بيضمن امن المواطن، وفي نفس الوقت لو في اي مخالفات بيتم تسجيلها علشان يتم الرضع المباشر لمرتكب المخالفه، وده هيكون ليه تاثير على جوده الحركه المروريه. صحيح. وعلى الالتزام بالسرعات، و هيكون ليها تأثير إيجابي على كمان نواحي أخرى زي وسائل النقل العام. لما يكون عندي وسائل نقل عام مزودة بوسائل النقل الذكي يبقى في عند حضرتك تطبيق على الهاتف الذكي إنك تقدر تعرف الكوبيس جاي إمتى أو الميني باص جاي إمتى، وده كله من فوائد تطبيق نظام النقل الذكي. وعلى الطريق الدائري إن شاء الله هيكون في حارة مخصصة للبي آر تي اللي هي حفلات نقل عام مخصص ليها حاره علشان خاطر لو الطريق زحمه يبقى برضه في اولويه لوسائل النقل العام والجماعي في المرور، وبالتالي نشجع الناس انها تسيب عربيتها الخاصه وتستخدم وسائل النقل العام عند الارتقاء بجودتها دوله عليه ايضا. الدكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.